في نهائي كأس الجمهورية يقاس الوفاء للنادي بترك مباريات اليورو وتسجيل الحضور بمدرجات ملعب 5 جويلية ساعتين على الأقل قبل صافرة البداية. الأجواء بالمنعرجين لا شك تحصر عليها من اختار قمة ألمانيا وإسبانيا، ففصائل الفيراج سيد نطقت سحرا والمتعصبون لم يكونوا أقل إبداعا لولا أن المخرج اهتم بالرئيس أكثر من صراغ المدرجات. النهائي كان منتظرا أن يكون مملا عطفا على التاريخ والوقت الذي أجري فيها، وبدا واضحا اعتماد الناديين على الكرات الثابتة التي أرسل الشباب من خلالها رسائل مشفرة لدفاعات العميد على فترات متقطعة قبل أن يكشف طلاسمها برأسية كداد التي هزت الشباك 4 دقائق عن نهاية الشوط الأول. أول هدف المباراة برأسية ممتازة يخترق دفاع. النصف الثاني بدأه الشباب بقوة وضرب القائم الأيسر للعميد مؤكدا أنه لن يتراجع للخلف، خصوصا في حضرة الأجواء اللاتينية الكبيرة التي صنعها المدرج الأحمر في دقيقة التأسيس والتي أمتعت الرئيس المنبهر بما يشاهده لأول مرة. بالليل حاول تصحيح الأوضاع دون جدوى أمام خيرة شناوة التي أراد زجران هو الآخر وضع حد لها لولا أن كرته ظلت طريق الشباك مجددا. ما عجز عنه المهاجمون كاد يفعله الحارس رمضان في الوقت البديل برأسية مرت بجوار القائم قبل أن يطلق غربة صافرة النهاية معلنا تتويج الشباب باللقب 9 في منافسة كأس الجمهورية، بينما فشل العميد في تحقيق الدوبلي وأنهى الموسم الرياضي بخيبة لم تكن منتظرة.